لا حول ولا قوة إلا بالله. صاحبكم ميت والموت حق. لكن وليدي راشد ما مات. شلون يموتوه بعده باللفوف؟ الله يجبر صواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا خي يا خي يا خي صار لك صار لك. أنت الراعي المزيون اللي يسولفون عنك بنات الديرة؟ اسمي ما اسمي شوك. شوك بالعون انك مزيون مثل ما يسولفون عنك، بس ما انت بزين راشد اللي ذبحته يا متعب. يجوز نخويه يسامحه. اسكت يا عقاب اسكت. قال انك غير تموتني من القهر. وش اللي سويته يا متعب؟ وش اللي سويته؟ ما هو حرام عليك تطخ الراعي وتذبحه بلي السبب؟ وعليكم السلام. الناس يا ابو رعد تسلم على بعضها البعض يوم تفوت للبيوت. ما لفيت لاجل السلام يا شيخ. انا اسالك كمتعب، ليه ذبحت الراعي؟ ليه؟ انا من داري وش اللي مزعلك يا ابو رعد. راعي ذبح راعي وخذ جزاته. بالخطا يا شيخ بالخطا. واللي يذبح بالخطا ما ينذبح. اللي يذبح بالخطأ يدفع الدية، يطعم المساكين. لو كان اللي يذبح بالخطأ ينذبح ما كان ولدك عقاب بعده عايش. يا شوكة تعال 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 ساعدنا. تعال شوكة عودنا من البيت الفوق البيت من النار محمد زين. خيت الحنين يا شيخ، أنت طلبتها وما كديت جاها، ويشهد الله علي إني أسوق هالبيتك من غير جاها، لكن سواد العرب. أنت ما تفهم، ولد أخوي انذبح وحنها بعدنا بالإحداد، وانت جاي تسولف لي على الفروح والجهات؟